لالا الزيتونية صباح الخير اختي دونا. صباح النور، مرحبا. رمضان مبارك. رمضان مبارك سعيد. الله يبارك فيك. الصحة والسلامة اختي. الله يبارك فيك لالا الزيتونية، مرحبا. الحمد لله، اللهم لك الحمد. عندنا اختي نقدم لك بريوات بالكفتة والفرماج. بريوات بالكفتة والفرماج. اها. كندير كناخذ واحد المقلة. كندير فيها الزيت، نعطيك الطريقة والمقادير في نفس الوقت باش ما نخليش باش ما نضيعش الوقت للمستمعات. مقلة فيها الزيت. اها. شي ثومة. ثومة. بصلة مشلضة. بصلة تكون مشلضة. تحميرة. تحميرة. سكنجبير. سكنجبير. شوية ديال الكوزة محكوكة شوية. نعم. معلقة صغيرة ديال عصير حامض. نعم. كنشحروا هادشي شوية مزيان. كنزيدوا الكفتة. نشحروا ونزيدوا الكفتة. لما كطيب الكفتة كنحيدوا المقلة من فوق النار، كنزيدوا معلقة ديال المعدنوس. معلقة معدنوس. وجوج قطع ديال الفرماج مربعين. وجوج قطع فرماج مربعين. كنخلطوا هادشي. كناخذوا الورقة. نخلطوا وناخذوا الورقة. ودون عمرو فيها. اللي بغات تموت على شكل مثلث ديرو، اللي شربات على شكل سيجار ديرو، داكشي اللي بغات. كيبقى اختياري. بقى اختياري. كناخذوا واحد المقلة كنديروا فيها الزيت. كنقليوهم. مقلة أخرى تكون مستقلة على المقلة الأولى ياك. باش نديرو الزيت. كنقليوهم. نقليوهم. اها. كنحطوهم يتسقطرو. يقدروا. اها. كناخذوا طبسيط تقديم، كندير فيه شويه الخس وكنحطهم، ندير فوقهم شويه المعدنوس ونقدمهم بالصحه والراحه. شويه الخس ونقدمهم بالصحه والراحه. الصحه والراحه. نعم. وكاين اللي كيفضل لاله الزيتونيه، بما ان يعني احنا دائما كنلحوا الناس انه يحافظوا على الصحه ديالهم، فالى حشوهم في الفران يكون احسن، رغم ان مره الا قليناه ماشي مشكل لان كيجيو لذاذ، ولكن ريحتي دنيا كيبغيو داكشي المقلي راك عارفه. اييه بالنسبه للدراري كيبغيو داكشي مقلي، ولكن الا دخلناهم للفران نديرو فوقهم فرماج ولا شي حاجه راه تيجيو هما زوينين. لا لا دوريا بعد ما كندخلو فرماج وخويا الدراري كنقلي ليهم. نعم. راك عارفه اللي عندو الدراري اختي راهم كيحير في رمضان، والله الا كيحير. بالفعل، وراه تبارك الله وصفات كثيره وما عندش الانسان فين يحير، غير واحد ياكل الحاجه اللي هي صحيه ويكون الغذاء ديالو متوازن. يعطيك العافيه زيتونيه، تبارك الله عليك، ورمضان مبارك سعيد بالصحه والسلامه والعافيه.